هنا بشاطئ إيمتر سيدي الوافي عفوا، مع تلة من الأصدقاء في رحلة صيد سمكة التون العنيدة. مسيو كاركار، وين الرئيس كاركار؟ كاينة شي سمكة التون العنيدة؟ مزيان، ولكن انت كتصيد غير في هذا زارو، حتى في البلاصة بعد الليل. لونسي لونسي. نعم، هناك معدات تستعمل في الصيد، بحال عندنا دابا هنايا بيلوطا هي اللي كنستعمل. بيلوطا هي عبارة عن عجينة كتستعمل لصيد السمك. يا الركاد، مرحبا بكم. وغدا موتي اختدا موتي لنا بيلوطا. يا اوالي انت دوزان الى دوزان الصيد على هاد الشكلة. تبدا تبطا تجلس كل المساء لك. تجلس عنصر مهم التيكان دغوا هو المقص ديال التفار. وكاين الرصاص الرشا هي اللي كنستعملو في الصيد ديال سميتو الطعم ديال بيلوطا. المهم، وهذا هو الرصاص الصغير اللي كيتستعمل حتى هو بيلوطا. كنديرو فوق الصبيب وكنضغطو عليه، هذا هو. وهذه الفريتشة اللي كنمشيو بيها وكنمرو اتاي تمايا، باب يكون عندنا اي. وهذه هي تغني السي حسن، ها هي كبدو 3 متر. الرئيس الحسن، او دابا نخليكم واحد شويه نمشي نلوصو حتى انا. بارك الله عليكم، الا كان شي حوت راه نصورو مازال. يا مولاي حسن، الله يرضيك. يا سي حسن، الخير خيرنا. الله يسهل عليك يا مولانا، يا فتاح يا رزاق. الله يشبيك.